السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم النشاط الدوري للجهاز التناسلي عند المرأة، دورة المبيض ودورة الرحم. أولا نتعرف على أعضاء الجهاز التناسلي عند المرأة. إذا يتشكل هذا الجهاز من المبيض، من الرحم، ثم لدينا المهبل. القناة التي تربط بين المبيض والرحم تسمى قناة المبيض، ثم هناك الممر الذي يربط بين الرحم والمهبل يسمى عنق الرحم، بطبيعة الحال الفتحة التناسلية، وأخيرا الغشاء الداخلي للرحم يشكل لنا ما نسميه بمخاطة الرحم. قبل أن نتعرف على دورة المبيض ودورة الرحم، سنقوم ببعض التجارب، وهي تجارب استئصال. سنقوم باستئصال المبيضين عند المرأة كما نلاحظ. الهدف من ذلك أن نبين هل هناك علاقة بين المبيض وبين الرحم، ثم نلاحظ النتيجة. لاحظوا معي أن خلال الدورة الشهرية لا تحدث أي تغيرات على مستوى الرحم، الشيء الذي يدل على أن هناك علاقة بين المبيض والرحم. بعبارة أخرى، أن المبيض هو الذي يتحكم في التغيرات التي يعرفها الرحم. ننتقل الآن إلى تجارب استئصال وحقن. إذن بعد استئصال المبيضين نقوم بحقن هذه المرأة بمستخلصات المبيض عبارة عن رشاحة للمبيض، ثم نسجل الملاحظات. لاحظوا معي على مستوى الرحم، إذا هناك زيادة في سمك مخاطة الرحم. إذا الرحم يعرف جميع التغيرات التي يعرفها خلال دورة جنسية بالنسبة للمرأة العادية. هذا يؤكد لنا أن فعلا المبيض هو المسؤول عن التغيرات التي تحدث على مستوى الرحم، وأن ذلك يتم بواسطة مواد تمر إلى الدم، بما أننا قمنا بعملية حقن هنا بطبيعة الحقن وريدي، الشيء الذي يدل على أن هذه المواد كما أشرت يتم إفرازها من طرف المبيض تمر إلى الدم، وبالتالي فهي عبارة عن هرمونات. إذن فعلا هناك هرمونتين يتم إفرازهما من طرف المبيض، وهما هرمونتي الأستروجين والجسفرون. هاتين الهرمونتين هي المسؤولة عن التغيرات التي يعرفها الرحم. نتابع. إذن دورة المبيض ودورة الرحم على مستوى المبيض توجد مجموعة من الجريبات. إذا واحد من هذه الجريبات ينمو وينضج بطبيعة الحال كما نلاحظ، ويتم ذلك بفعل هرمونتي FSH والLH التي يتم إفرازهما من طرف الغدة النخامية. أما على مستوى الرحم فنلاحظ أن هرمون الأستروجين التي يتم إفرازها من طرف الجريب تؤدي إلى زيادة في سمك مخاطة الرحم كما نلاحظ، كما أشرت بطبيعة الحال بفعل تأثير هرمونات الأستروجين التي يتم إفرازها من طرف الجريب. عندما ينضج أو يصل الجريب إلى مرحلة النضج يحرر لنا البويضة، إنها فترة الإباضة. نتابع. إذا لاحظوا معي أن ما تبقى من الجريب يتحول إلى ما يسمى بالجسم الأصفر. فعلا كما سنلاحظ ذلك، إذا تحول ما تبقى من الجريب الذي حرر لنا البويضة إلى جسم أصفر. في حالة حدوث إخصاب أي التقاء البويضة بالحيوان المنوي، فإن الجسم الأصفر يظل على ما هو عليه بطبيعة الحال، وسيكون مسؤول عن إفراز هرمونات الجسفرون. إذا الجسم الأصفر كما أشرت في حالة حدوث إخصاب لا يختفي، لا يتلاشى، وإنما يبقى كما هو. لكن في حالة عدم حدوث إخصاب لاحظوا معي أن الجسم الأصفر يضمر، يصغر بطبيعة الحال ثم يختفي. على مستوى الرحم هرمونات الجسفرون التي تم إفرازها من طرف الجسم الأصفر تؤدي إلى تكون تخاريم على مخاطة الرحم، زيادة في كثافة الشعيرات الدموية كما أشرت بفعل هرمونات الجسفرون التي يتم إفرازها من طرف الجسم الأصفر. في هذه الحالة كما نلاحظ الرحم يستعد لاستقبال البيضة في حالة حدوث إخصاب. نتابع. لكن في حالة عدم حدوث إخصاب يتلاشى الجسم الأصفر بطبيعة الحال الذي أشرنا هو المسؤول عن إفراز هرمون الجسفرون، وبالتالي تلاشي الجسم الأصفر يعني تناقص لكمية الجسفرون، يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى تلاشي مخاطة الرحم وخروج دم الحيض. ننتقل الآن إلى دراسة تطور مخاطة الرحم حسب تغير كمية الهرمونات المبيضية، أقصد بذلك الأستروجين والبروجستيرون أو ما يسمى كذلك الجسفرون. لاحظوا معي إذا 4 و5 أيام الأولى وهي فترة الحيض، إذا تلاشي مخاطة الرحم وخروج دم الحيض. نتابع. الجريب بطبيعة الحال في هذه المرحلة يبدأ في إفراز هرمونة الأستروجين، وبالتالي نلاحظ هناك زيادة في سمك مخاطة الرحم. في اليوم تقريبا 14 كما أشرت قبل لحظات أن الجريب الناضج
يصل إلى مرحلة النضج الكامل، وبالتالي يحري لنا البويضة إنها فترة الإباضة كما نلاحظ. ثم في المرحلة ما بعد الإباضة كما نلاحظ يتحول ما تبقى من الجريب إلى جسم أصفر الذي يفرز لنا هرمونة الجزفر، ولاحظوا أن تركيزها يرتفع في هذه المرحلة. لكن في حالة عدم حدوث إخصاب، لاحظوا معي الجسم الأصفر يضمر ويصغر، وبالتالي تركيز الجزفرون يتناقص بطبيعة الحال، ينتج عن ذلك بطبيعة الحال تلاشي مخاطط الرحم وخروج دم الحيض. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع قادم إن شاء الله.